نروح بقى مع حضراتكم دلوقتي لفقره زي النهارده، ودي فقره زي الفل من زاويه ان هي دايما بتخلينا او بتسمح لنا نرجع نسترجع ذكريات حلوه مع ناس محترمه قوي واسماء تقيله قوي، كل اسم منهم على حده، حتى لو كانت الاسماء دي بالمناسبه يعني مثلا غادرت او رحلت عن الملاعب، لكن اللي عملته في الملاعب لم يرحل، محبتها في قلوب وعشاق النادي الاهلي والكره المصريه بشكل عام لم ترحل. هذا كلام ينطبق بدرجه 1000000% على النجم اللي هنتكلم عنه في فقره زي النهارده. يوم 3 اغسطس ولكن من عام 1975 كان يوم ميلاد الصخره، صخره النادي الاهلي وصخره المنتخب الوطني المصري وحصن الدفاع المنيع اللي كان دايما موجوده في اي مباراه وخصوصا مع المنتخب، كانت كفيله ان هي تطمن كل اللي قاعدين يعني بيتفرجوا على المباراه دي ايا كان مين الخصم. استحاله يخترق وائل جمعه، كابتن وائل جمعه من الاسماء المميزه جدا في تاريخ النادي الاهلي، نجم الدفاع في الالفيه الثانيه، وطبعا هذا هو اللاعب اللي ابتدى مشواره الكروي من خلال نادي غزل المحله اللي تالق معاه وقتها، ثم انضم للمنتخب العسكري قبل ان ينتقل للنادي الاهلي صيف عام 2001 تحديدا بعد نهائي كاس مصر بين الاهلي وغزل المحله. مباراته الاولى كانت امام ريال مدريد في اثناء احتفالات النادي الاهلي بالمئويه، وكانت اخر مبارياته كاس السوبر الافريقي في فبراير من عام 2014. طبعا وائل جمعه ساهم بمنتهى القوه مع كل زملائه في فوز النادي الاهلي بالدوري العام 8 مرات، كاس مصر 3 مرات، السوبر المصري 7 مرات، دوري ابطال افريقيا 6 مرات، السوبر الافريقي 6 مرات، كأس الكونفدرالية مرة واحدة، وبرونزية كأس العالم للأندية في عام 2006 طبعا مع منتخب مصر اللي شارك فيه 4 دورات لكأس أمم إفريقيا، وساهم مع كل زملائه في إن هم يصنعوا فوز منتخب مصر ب3 كؤوس إفريقية، وشارك في كأس القارات سنة 2009. طبعا يعني تاريخ طويل وعريض للنجم وائل جمعه في الملاعب، وطبعا بعد الاعتزال اتجه بعدها لمجال التحليل الكروي. بنقول له كل سنه وانت طيب يا كابتن، وكل يعني السعاده اللي في الدنيا كلنا بنتمناها لك على فكره، مش كاهلاويه بس، مصر كلها. بص، في يعني بيبقى شخصيات كده او ابطال او رياضيين ما بيبقوش بس الفرقه بتاعتهم هم اللي بيحبوها طبعا. ابدا بالعكس طبعا. بيبقى كل النوادي الثانيه، كل الفرق الثانيه، كل الجمهور بتاع اي نادي اخر، حتى مش بس الدول العربيه او المصريه. فانا بقول لحضرات او مصر يعني، انا بقول لحضراتكم بجد وائل جمعه من الشخصيات دي، يعني زي محمد صلاح كده، زي كذا اسم اسامي كتيره جدا عند، زي كابتن الخطيب، زي صالح سليم، يعني زي عيله امام لما كنا بنتكلم وكانت منورانا هنا دكتور ماجي. ففي شخصيات كتيره جدا بتبقى كده عندها كاريزما، بتبقى محبوبه لان هي قدمت كتير قوي وعندها الكاريزما اللي تخليها تنال الاحترام من الجميع. فكل سنه وانت طيب يا صخره. وبرج الاسد برضه، شفت برج الاسد؟ هو اسد فعلا، هو عظماء فعلا، هو اسد فعلا.